مرحبا الكل. طبعا اليوم راح نرسم عمل كما وعدناكم بالفيديو السابق عن طريق البرجكتر او الراشق او الفانوس. طبعا عندنا هذه اللوحه فاضيه كما تشاهدوا، فاضي هذا العمل. وعندنا هذه الصوره بطريقه جدا سهله، تغنيك عن المربعات أو الرسم عن طريق الموبايل. الصورة خلال 5 دقائق عن طريق البرجكتر أو الراشق. طبعا أنا فيني أكمل بقلم رصاص حتى أنهي العمل مباشر، ممكن أضيف بعض الروتوش وسلم العمل لصاحبي، وممكن لا، ممكن اعمل له اضافات، ممكن اشتغله عن طريق الاكريليك الخشبي الاويل الزيتي بقلم الرصاص حسب الرغبة وحسب الشخص. اسرع طريقة انا بشوفها للرسم البورتريه او صور الشخصية عن طريق الجهاز البرجكتر. تابعونا
إلى المزيد من القلب.